مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع. يومنا نعمل انبوكسنج. لا قديش؟ اربع باكجز. يلا نبدا. نبدا بواحد واحد. نبدا بهذا ولا بهذا ولا بهذا؟ هذا. طيب شيل هدولاك. شو قص شو في هون؟ في بطارية هون، شايفين في شيء بطارية. What do you think؟ ممكن في بطارية كثيرة. بطارية. اوكي. لا افتح برضه بالسكينة. في اثنين اشياء صغيرة هيك. اوكي شو هدول؟ سمارت واتش ووايرلس ايرفونز. سمارت واتش ووايرلس ايربادز. خلينا نفتحهم. يلا نبدا بهاي. يلا نشوف هاي السمارت واتش. طب حنعمل لكم ريفيو واحد واحد، بس اليوم نعمل انبوكسنج. واو واو شوفها. USB charger. برضو شو اسمه، عملنا ريفيو على شغلة زي هاك. ستيكي هاي. ماجنت. زي هذا عندي. كمان هاي. ايوه ورجيهم اياها. ورجيهم. ومعها طبعا كتالوج ما حد بيقراه. يلا رجعها. يلا. اللي شوف اللي بعدها. افتح اللي بعدها. اللي بعد. يلا هنعمل لكم عليهم ريفيو، تستنونا. يلا اشوف شو هذه. It looks like يعني باتري بانك ولا شيء هيك. اوكي فلاش لايت. اوه ورجيهم ورجيهم. ورجيهم خليهم يعرفوا شو شرينا. واو معها ايربودز. نعمله كمان ريفيو بس شوي. نحكي لكم على الكواليتي تبعتها. صح. شو في شيء بضوي؟ في ديفرنت تيبس. في هاي بضوي شايف. وفي تيبس كمان في التشارجر هو مايكرو. والله شكلها حلو هيك. صح صح. ايربودز حلو حلو. اوكي نعمل لكم ريفيو ان شاء الله قريبا. ان شاء الله. يلا افتح الباكج الثاني. يلا هذا. يلا خذ هاي. هذا طبعا هنحطه مع جنب. هلا نفس الشيء. خلي الباكج هذا كويس. ايوه افتحه. شوف كيف بديش تنزل. اوه واو هذا لايت. واو تعال شوف. فيها زي شو اسمه ريموت كنترولر. وبتوقف هاي اللي شو اسمه عليها. وهذه للتلفون شكلها. ريموت لايت. صراحة أنا what do you think about the quality؟ looks like very cheap. yeah. صح. yeah. بس حنجربها ونعملها ريفيو ونحكي لكم عنها. صح. في معها زي هوكس شغلات. خلينا نحطها. يلا. يلا. اللي بعده البوكس اللي بعده. هذا. يلا افتحه. لا هذا. يلا. شوف شو فيهم هلا. والله بدنا شوية إيديت يا آدم أنا وياك، لأنه صار عندنا كتير شغلات نعملها ريفيو ولازم نعمل إيديت عشان المشاهدين يشوفوا كل إشي بنسويه. صح. طبعا إحنا ما بنعمل كاتس. لا بس خلي البوكس عشان إذا بس يجي مشكلة. ما بنعمل كاتس دائما. كمان وايرلس إيربودز كمان واحدة. كمان واحدة. خلينا نفتحها نشوف. يلا. لا بالعكس بالعكس. ايوه
هذه الكرتونة مبين عليها. واو. شوفوا يا جماعة كيف جاي، حلو الباكجينج. 2-year warranty. حلو. أوه البوكس تبعها صغير حلو هيك. مسمسم. وهاي الايربادز جاي معها، شوف كم واحد شو اسمه؟ يو اس بي واحدة اي ثينك. يو اس بي تشارجر اي ثينك. مايكرو ولا يو اس بي؟ هاي شايفينها؟ اوكي نجربهم كلهم. اوه واو يو اس بي سي. واخيرا واخيرا فاينلي اول ايربادز بنجد بيجوا مع يو اس بي سي، يعني اخيرا حنعمل عليها ريفيو وحنحكي لكم. يعني صراحة هذه ميسنج كل التشاينيز كومبانيز اللي بيعملوا شغلات زي هيك. خلص يا اخي لازم تروح على على اليو اس بي سي، لانه سرعة ال هذه لا من هون بابا. سرعة الشحن لما بشحن اسرع. هذا فيه، خلينا نشوف شو هذا. لايف ليت سمارت هوم كاميرا. اوكي راح نشوف. عن جاي خليني اساعدك. ايوه ممتاز. And high definition night vision motion two way audio cloud storage support. اقعد بس. TF card. اقعد لانه مش شايفينك. Encrypted and multi. وحده وحده بابا، وحده وحده وحده. عيدهم. حفظهم. High definition. Night mode. Night mode. موشن فيجن ماشي، يعني اذا حدا تحرك قدامها. تو واي اوديو، يعني انا من التلفون بقدر احكي مع الناس في البيت بدون ما اتصل. كلاود ستورج واس دي كارد انكريبتد، ما حدا بيقدر يشوفها. وملتي بلاتفورم فيورز، يعني بشوفها من عده تلفونات. يلا قصها من هون. يلا بالسكين. ايوه خلص خلص. اوكي في تنتين. واو خلينا نطلع واحدة. ايش هي غريبة. ايوه في تنتين زي هيك طبعا. هاي الثانية شايفينها. والبوكس الاخير اتوقع انه الوصلات صح؟ ايوه يس يس. زي براغي جاي معاها، وجاي يو اس بي تشارجر عادي، تشارجر عادي وبلاج، يعني وسلكين، اثنين منهم يو اس بي تشارجر وسلكين، وطبعا طبعا طبعا يو اس بي عادي مش يو اس بي سي. وذاتس اول. الكاميرا شكلها صغنون هيك حلو. نجربهم، حنعمل لكم ريفيو عليها. هون بنحط الاس دي كارد، فخليكم معنا. شو رايكم في المشتريات اللي شريناها؟ حنعمل لها ريفيو كلها ونورجيكم شو اللي عجبنا وشو اللي ما عجبنا. واعملوا سبسكرايب لايك وكومنت عشان نشوف الريفيو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.